طبعا لما اتكلم على سد النهضة انا لازم اروح للدكتور محمد حافظ استاذ هندسة السدود، لانه هو طبعا يعني ادرى مننا جميعا في هذا الامر. دكتور محمد اهلا بيك معنا في ايه الحكاية. اهلا بحضرتك، كيف الحال؟ اهلا بيك يا دكتور. دكتور طبعا كلنا شفنا ان ابي احمد شارك في قمة المناخ وهو الان موجود في شرم الشيخ، بدأ مرة تانية الحديث عن أزمة سد النهضة تعود مرة أخرى، لأن في أخبار بيتم نشرها أن ممكن يكون في وساطة سعودية فرنسية ترتيب لقاء بين عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد في شرم الشيخ لحل أزمة سد النهضة. هل ده ممكن؟ وإذا ممكن إيه الأمور اللي المفروض مصر تطلبها للخروج من أزمة سد النهضة بطريقة مناسبة؟ اولا بروتوكوليا المفروض لما السيسي يطلب من ابي احمد ان هو يقعد معاه اثناء مؤتمر المناخ، ما اعتقدش ان ابي احمد هيقول له لا، لان ده يعني فيها كتير من قله الذوق. ولكن مش المهم ان هم يقعدوا مع بعض، المهم نتيجه هذه الجلسه هتكون ايه. هل ابي احمد مستعد للتنازل بعض الشيء للدوله المصريه وانه يوقع اتفاقيه ملزمه زي ما بيقولوا؟ ده هيكون من رابع المستحيلات، يعني من رابع المستحيلات، لان هو مضغوط ايضا بالداخل في اثيوبيا، واقصى يعني الناس المتحالفه معاه وهي تحالف على الحروجروك يعني او تحالف حرج، هم متحالفين معاه لحاجه واحده بس، يعني هو موحدهم لحاجه واحده بس، ان انا هكمل سد النهضه وحصادر النيل لدوله اثيوبيا، وهيبقى النيل الازرق بحيره اثيوبيه. لذلك الاعداء اللي هم اصبحوا رفقاء دلوقتي لابي احمد هم بس يعني متمسكين به لهذا الهدف، انما هو داخليا هو يعني متقطع ومتشحطط وعنده مشاكل داخليه كبيره جدا. ان هو يدي بند واحد يتنازل فيه عن عنده الشديد ضد الدوله المصريه، ده هيروح يرجع تاني لاثيوبيا الرفقاء اللي هم متحالفين معاه على الحركرك او بتحالف حرج هيسيبوه وهيخسر في حاجات كتير. فالقول ان هو هيعمل اتفاق ملزم، لا مش هيحصل اي اتفاق ملزم، ولكن ان هو يقعد مع السيسي ويوافق حتى على اعاده المفاوضات والجلوس، ايوه ما فيش مشكله، ما هم عندهم التكنولوجيا او المنهجيه ازاي ان احنا نقعد مع بعض شهر بالكامل وطلعك لا شيء وفاض يعني صحيح، فهم ما عندهمش مشكله ان هم يقعدوا مره ثانيه على اساس ان هم يعملوا نوع من الارضاء للمجتمع الدولي ويسمعوا كلام امريكا وكلام فرنسا وكلام من ده، ولكن بعد كده هيسيبوه ويمشوا زي ما عملوا مع ترامب. تفتكري ان ترامب تدخل وقعد معاهم شهر في البيت الابيض وبعد كده ما قدرش يعمل اي حاجه، اثيوبيا سابته ومشي، قالت له باي باي اكمل انت بقى الجلسات مع مصر والسودان. فاذا كان ترامب قد فشل بعد جلوسه لمده شهر مع اثيوبيا ومصر والسودان في شهر فبراير 2020، هل تعتقدي منظمه الدول الافريقيه ممكن انها تنجح فيما فشل فيه ترامب بكل قدراته؟ اكيد لا. فابي احمد عنده خطوط حمراء، بغض النظر هيوافق على جلسات اخرى ولا لا، هو عنده خطوط حمراء محدده، ان انا مش هطلع من النيل الازرق غير 31 مليار، انت ومصر والسودان تصرفوا مع بعض، عايز اي حاجه تانية بقى ما عنديش استعداد التنازل عن اي شيء، لان انا عايز احتجز حوالي 18 مليار من التدفقات المتوسطه عشان ازرع سكر في المنطقه اللي هي يعني خلف سد النهضه. فهذه القول، بالاضافه ان هو بيستهدف يعني بتقرا انت التقارير الحديثه كل الدول اللي عندها ميه النهارده اصبح عندها يعني نوع من التوجه، طب ليه ما نبيعش الميه لدول الممر والمصب؟ ففي توجه جديد النهارده لبيع الميه، فهو ان هو يتفق او يلتزم بشيء يجبر الاجيال اللي جايه انها تلتزم امام مصر بحصه او بشيء، لا ده مش هيحصل. طيب دكتور، يعني احنا في مشهد
كلنا شفناه، وهي حمامية اللقاء اللي جمعت بين محمد بن زايد وبين أبي أحمد، يعني اتنين أصحاب إخوات، يعني محبة رهيبة جدا. والمفروض أن العلاقات بين مصر والإمارات يعني أيضا ترتقي إلى درجة الحميمية بين النظامين. ليه ما كانش في دور حقيقي للإمارات في التدخل من أجل حلحلة الأزمة بين مصر وأثيوبيا في ملف سد النهضة طبعا؟ وليه الإمارات غابت عن الوساطة في هذا اللقاء؟ ربما يكون ليها دور، مش هقول إنها تجبر أثيوبيا على فعل هي رفضها، لكن على الأقل يعني تقف قليلا إلى الجانب المصري، مع الجانب المصري. أيضا خدي بال حضرتك، من أحد المشاكل اللي حاصلة حديثا ما بين مصر والإمارات هو موقف الإمارات تجاه سد النهضة في مجلس الأمن شهر سبتمبر الماضي، لما أصدرت بيان، لأنها كانت عضوة في مجلس الأمن ساعدها، وأصدرت بيان، البيان كله صريح أثيوبيا. فمصر بتقول لها يعني إيه السبب؟ فالعلاقة ما بين مصر والإمارات دلوقتي زي ما قلت لك قبل كده، الإمارات بتعتقد إن مصر هي الإمارة التامنة ليها، يعني مش ان انا محتاج ان انا اساعد او اتوسل او اتقارب، لا ده انت تابعه ليا غصب عنك. كويس؟ فهم رامين طوبه مصر، انما في نديه ما بين الامارات واثيوبيا، في تعامل باحترام وبنديه، ولذلك انت شفتي الامارات دخلت في جسر جوي لانقاذ ابي احمد لما تجراي كانوا على وشك اسقاط اديس ابابا. مين اللي انقذ ابي احمد؟ الامارات بجسر جوي. فالقول بان ليه الامارات بتفرق ما بين تعاملها مع مصر وتعاملها مع اثيوبيا، لانها شايفه ان مصر صارت الاماره التامنه لها، سواء رضيت مصر ام لا ترضى، غضبت مصر ام كانت سعيده، فمش فرقانه معاها. يعني مصر بتبص للامر ازاي، لان اصبحنا توابع للامارات العربيه. لو سألت حضرتك عن موقفنا في القمة العربية في الجزائر، وأن مصر برضو فشلت في أن تبرز قضية سد النهضة بالشكل المطلوب، ده نتيجة إيه؟ ليه ما عرفناش أننا بعد رأس النظام بنفسه لما راح لغاية الجزائر ما قدرش أنه يحط أن في خطر حقيقي من قضية سد النهضة؟ ما عشان أنت تقنعي الإخوة اللي كانوا مجتمعين في قمة الجزائر بخطورة سد النهضة، لابد ان انت في الاصل او اولا تخرجي من الاتفاقيه المقيده ايديكي واللي مغرقاكي في المشاكل دي، انت نفسك مش عايزه تخرجي. فعدم خروج مصر من اتفاقيه مارس 2015 لا يمكن اي دوله اخرى تخرج. ازاي يا دكتور؟ يعني تخرج ازاي؟ يعني هل مصر تقدر دلوقتي تيجي تقول انا سحبت توقيعي ومش لعبه بعد كل ده؟ خدي بالك مجلس البرلمان المصري حتى هذه اللحظه لا يدرك ولا يعلم اي شيء عن هذه الاتفاقيه، لم تعرض على البرلمان الماضي، لم تعرض على البرلمان الحالي، ولا حد في مصر يعلم ايه اللي وقع عليه السيسي في اتفاقيه 2015. ايوه احنا معانا العشر بنود، ولكن ما فيش اتفاقيه دوليه بتتكون من نصوص فقط، في تفسيرات، في تعريفات، في ملحقات، في خرائط، في يعني حاجات كتيره بتبقى ملحقه. فانت لما بتقري النص على ظاهره يختلف عن اللي سموه التفسير بتاعه اللي هو ملحق بيه. فلذلك السيسي رافض ان هو يعرض الاتفاقيه بملحقاتها لاي برلمان مصري ولا لاي حد في مصر، عشان حد احنا ما نعرفش هو وقع على ايه، احنا ما نعرفش هو وقع على ايه. بالاضافه اللي ما تم نشره من بنود 10 بنود فضفاضه جدا جدا قابله للتاويل، ولذلك اثيوبيا فسرتها لصالحها تماما ومحدش يقدر يلومها، لان زي ما قلت لك الكلمه قابله للتاويل، لم تحدد بارقام، لم يكن هناك في ارقام تقول لك والله مصر وافقت على بناء سد النهضه مقابل ان اثيوبيا تسمح بضمان الحصه المصريه لمصر، ما فيش الكلام ده. لذلك ففي سر في اتفاقيه 2015 ولم يخرج منها السيسي ولم تخرج منها مصر. فانت نفسك مش عايزه تساعدي نفسك علشان تبدي للمجتمع الدولي بان في حاجه خطره تهدد امن مصر المائي، وانت لازلت ملزمه نفسك بالتمسك بهذه الاتفاقيه، فماذا تنتظر من الجزائر؟ ماذا تنتظر من الدول الاخرى؟ فانت مش عايزه تساعدي نفسك، فلا تطلبي من الاخرين مساعدتك.
دكتور هسأل حضرتك سؤال أخير، مش عايزة أطيل على حضرتك وأنا عارفة إن فرق التوقيت يعني حضرتك صباح اليوم بكرة إن شاء الله. وزير الموارد المائية قال لك إن نصيب الفرد العالمي من الماء كل عام 1000 متر مكعب، بينما نصيب الفرد المصري 540 متر مكعب سنويا. هل متوقع إن الحصة دي تقل أكتر من كده بعد اكتمال التخزين وبعد انتهاء تماما من سد النهضة؟ أؤكد لحضرتك وأؤكد لكل مواطن مصري ما عندوش أي فكرة عن أي شيء بسد النهضة، بأن بعد استكمال سد النهضة ويعني في الثلاث سنوات الأولى من تشغيل سد النهضة هينتقص حصة المواطن المصري ما بين 40 ل 50%. فاحنا بنتكلم على 540، لا انت بعد كده هتتكلمي على 250. كويس؟ لا هو مش كويس، انا بسمع لكنه مش كويس اكيد. لا انا فاهمه طبعا. ولذلك في مصر ما تلاقيش حد بيتكلم عن سد النهضه، يعني كانهم بيعتبروا سد النهضه ده بيتبني ما بين البرازيل والمكسيك على سبيل المثال. فمش عايزين ينشروا الوعي بمخاطر سد النهضه على المواطن المصري ومستقبل المواطن المصري، لانها يعني سقطة تاريخية وحضارية لدور الدولة المصرية للأبد. لذلك هم بيحاولوا يخفوا، هو عورة بالنسبة للسيسي ونظام السيسي، لذلك ما حدش بيتكلم فيها، ما فيش غير عبد الله هو اللي بيتكلم دايما عن مخاطر سد النهضة، ولكن هم يخشون الحديث عن هذا الأمر. والله ما عارفة أقول إيه يا دكتور، يعني ربنا ييسر ان شاء الله. دكتور محمد حافظ خبير السدود، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. طبعا يعني زي ما الدكتور اشار كده في نهايه المداخله، فعلا في تعتيم، مش عايزين يفتحوا موضوع ملف سد النهضه، مش عايزين الناس تعرف المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها من سد النهضه، نخلي الموضوع مقفول كده ومحدش بيتكلم فيه عشان تمشي الدنيا بسلام.